يوم سرق الوطن وقتل أبناؤه ونهبت خيراته، لحظات تركت جرحا غائرا في قلب الأمة العربية. أبسط وصف لها كان النكبة. ذكرى الغدر بأرض فلسطين، قصة كتبها الاحتلال البريطاني لأراضي فلسطين منذ عام 1920، والذي أبى أن يرحل إلا بأن يترك في قلب العرب شوكة. فقرر وزير الخارجية آرثر بولفور إنشاء وطن لليهود، فجذبتهم من جميع الأنحاء ودعمتهم بالسلاح والأموال، حتى كونوا ميليشيات تقتل الفلسطينيين وتنهب ممتلكاتهم وهم يقاومون بكل قوتهم. وتصاعدت حدة الأزمة، فحولت بريطانيا الأمر للأمم المتحدة التي قررت في 29 من نوفمبر عام 1947 تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية. شكل اليهود في فلسطين وقتها ثلث السكان، سيطروا على مساحة تصل إلى أقل من 6%. في عام 1947 حاولت الجامعة العربية مواجهة تقسيم فلسطين، وشكلت اللجنة العسكرية الفنية التي أكدت أن الفلسطينيين لا يملكون القوة ولا التنظيم الذي يمكنهم من مجابهة اليهود. فدعت الدول العربية للتعبئة وجمع الأموال والأسلحة ووضعتها تحت تصرف اللجنة العسكرية. بمجرد قرار انسحاب قوات الاحتلال البريطاني من فلسطين، سيطرت الميليشيات اليهودية على الأرض، وأعلن ديفيد بن غوريون قيام إسرائيل في 14 من مايو عام 1948 لتحل النكبة في اليوم التالي 15 من مايو، مع بدء ارتكاب الميليشيات اليهودية أبشع الجرائم والمذابح في القرى الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين قسراً في 20 مدينة، وأكثر من 500 قرية فلسطينية اغتصبت وأصبحت جزءاً من دولة الاحتلال. قررت الجامعة العربية إرسال جيوش من 5 دول عربية، هي مصر والأردن والعراق وسوريا والسعودية، للدفاع عن فلسطين، لكن إمكاناتها كانت أقل بكثير من الدعم المقدم للميليشيات اليهودية. وبعد شهور من الحرب في عام 1949 تم التوقيع على اتفاقيات الهدنة الأربعة، وفي 11 من مايو عام 1949 منحت الأمم المتحدة إسرائيل العضوية الكاملة. النكبة أكبر عملية تطهير عرقي شهدها القرن العشرون. نفذت العصابات اليهودية خلالها أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، حصدت أرواح 15,000 وقرابة 3,500 عربي، إضافة إلى تشريد قرابة 200,000 فلسطيني، وتعرض قرابة 4,700 فلسطيني للاعتقال، وبقي نحو 150,000 فلسطيني فقط في المدن والقرى العربية داخل دولة الاحتلال التي أقيمت في نهاية الصراع على أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية.